إذا أهلا وسهلا فيكم من جديد. لما نقول واحدة من أكثر بلديات المملكة تطورا على طول بنتذكر بلدية الفحيص. بنحب نسلط الضوء على بلدية الفحيص اليوم عن تاريختها عن حضارتها واللي واكبت طبعا حضارة ونهضة المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا مواضيع عديدة وعن الاحتفال ببلدية الفحيص اللي بنعرف إنها دائما مميزة بأوقات أعياد الميلاد المجيد. نتحدث أكثر عن كل هاي المواضيع وبنرحب برئيس بلدية الفحيص السيد هويشل العكروش. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك. كل عام وأنت بألف خير بداية وعلى كل أهل بخير أخت ميس والشعب الأردني بخير وجلالة سيدنا بخير. أهلا وسهلا فيك. يعني بداية قبل ما نتحدث عن استعداداتكم وتحضيراتكم بمناسبة أعياد الميلاد المجيد بنحب نأخذ منك تحدثنا عن نبذة تاريخية عن بلدية الفحيص اللي بنعرف إنها تأسست وبدأت بعام 1962. بلدية الفحيص هي صحيح تأسست سنة 1962 كحال بلديات المملكة الأخرى، لكن هي بلدة قديمة جدا. نعم. سكنها الرومان سنة 64 قبل الميلاد. وكان موقعها متوسط عسكري بين ثلاث ممالك قديمة جدا. نعم. حكمها الرومان. القائد الروماني أو الحاكم الإداري للمنطقة كان موجود فيها في خربة اسمها خربة الدير، وهذه معلم من المعالم الرئيسية الأثرية اللي نطلب من الحكومة الاهتمام بهذا المركز. نعم. الفحيص بلدة ريفية تطورت وواكبت المملكة الأردنية الهاشمية، هذا التواكب الحضاري حقيقة لعدة أسباب. نعم. تميزت مدينة الفحيص بأصالتها المتجذرة بالهوية والمكان، وطابع أيضا حضاري واكب المملكة الأردنية الهاشمية منذ البداية. نعم. انفتحت على خارج الأردن بشبابها اللي الآن موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. هذا أعطاها نوع من طابع حضاري متميز. نعم. هذه البلدة الريفية الوادعة المنتمية لهذا البلد ولجلالة الملك. هي جزء من محافظة البلقاء وتعتبر الخاصرة الجنوبية أو اليمنى لمحافظة البلقاء. حدودنا مع عمان طويلة، نطمح أن نكون بمستوى عمان الغربي. مناخها معتدل، هنالك تفاوت في الارتفاعات من 500 متر إلى 1150 متر تقريبا، أعطاها ميزة أجواء مختلفة. مدينة سياحية يكثر فيها حقيقة الجبال والمناطق التي تشجع على السياحة. علاقات أهلها مع الناس علاقات طيبة. هناك صار في تغيير في الآونة الأخيرة في الوضع الديمغرافي نظرا لتهافت الناس على أنهم يسكنوا بالفحيص. نعم. طب حدثنا أكثر عن الوضع الديمغرافي الآن لبلدية الفحيص. الفحيص لها طابع خاص تراثي. أهلها خلينا نقول، أرجو أن يكون كلامي يعني بدون أي انتقاد، أهلها الأصليون موجودون، والآن حقيقة أجانا رقم كبير من الأردنيين طمعا في هاي المنطقة الجميلة وأهلها الوادعين والمضيافين وسكنوا فيها. فكان عندنا حقيقة طفرة قبل سنتين ثلاثة من الإسكانات اللي زادت عن الحد واللي أثرت على الوضع الديموغرافي وأثرت على المواطنين بارتفاعاتها الشاهقة، اللي احنا بالتالي أخذنا حد من هاي الارتفاعات ومن هاي الإسكانات وحددناها قدر المستطاع. نعم. كنت عم تتحدث عن التباين بالارتفاع أو الارتفاعات يعني من الجبال وغيره ببلدية الفحيص وعن المساحة، كيف أثر هذا الأمر على الزراعة؟ هل هذا الأمر أثر على الزراعة بشكل سلبي أم بشكل إيجابي؟ يعني هل أهل منطقة الفحيص التفتوا إلى موضوع الزراعة فيها بسبب مساحتها المميزة مثلا والتباين بالارتفاع فيها،
اللي بيختلف فيها عن المناطق الأخرى؟ نعم، يعني هي لما بتحكي عن ارتفاعات من 550 متر إلى 1150 أو 1200 متر اللي هي منطقة عمان الغربية البكالوريا، وتبدأ من غرب الفحيص وادي شعيب وحدودنا مع السلط وحدودنا مع الجهة الجنوبية من ماحص. حقيقة اشتهرت المنطقة نتيجة لهذا التباين في المناخ ودرجات الحرارة في التأثير على بعض المزروعات، فأصبح أن مناطق ريفية مزروعة في الزيتون في الحلويات في الشجر اللي ممكن ما يكون يعيش في مناطق ثانية. هذا التباين هو حقيقة في من الإيجابيات وفي من السلبيات، لكن بشكل عام هو الناحية الإيجابية، مناطق سياحية مشجعة كثيرة المطاعم، مطاعمها حلوة والرواد كثار ويرغبوها أكثر من مكان آخر. نعم، يعني إحنا دائما بنسمع مثلا لما بدنا نحب نطلع يمكن بعيدا شوي أيام الجمعة أيام آخر أيام الأسبوع، دائما بنفكر ببلدية الفحيص، فيها محلات مميزة، فيها مطاعم مميزة، طبيعتها أيضا الهواء اللي فيها الواحد بحس إنه عم بستنشق إلى حد ما هواء نظيف. ف حدثنا أكثر عن النشاطات والمميزات، إذا نبلش بالمميزات السياحية لبلدية الفحيص ومن ثم الاقتصادية. ستي هي النشاطات كثيرة. على المستوى السياحي فهي مطلب، ما هو موجود فيها هو مشجع للقدوم إلها، قربها من عمان بالدرجة الأولى، هذا ساعد على أنه تسهل المواطن أنه يصل لهذه المناطق بسهولة جدا، يعني بتحكي عن فترة زمنية 10 دقائق. فيها المرتفعات الشاهقة الكويسة، القعدة فيها كويسة والطلات فيها كويسة. صحيح. على القرية القديمة، القرية القديمة هي إن شاء الله في مخططاتنا هي رايحة تكون مشروعنا المستقبل. نعم. بدأنا بها وسميناها القرية التراثية، واقعة حقيقة في منتصف البلد في منطقة القناطر وعقود ومناطق قديمة. نطلب كمان وإلها مشروع مخصص في وزارة البلديات حقيقة لتطويرها وربطها كلها لتصبح قرية تراثية. هنالك تهافت على المستثمرين لاستخدام هذه المباني القديمة حقيقة إلى استثمار اقتصادي كالمطاعم وما شابه إلى ذلك. هنالك أنشطة متعددة، يعني الفحيص مشهورة في كثرة مؤسساتها، مؤسساتها تطوعية. نعم. مؤسسات فاعلة. نعم. القصد والهم الأساسي خدمة المواطن. صح. والمجتمع. نعم. فيها أكثر من 13 إلى 14 مؤسسة تطوعية كلها، وعلى رأسها مظلتها البلدية. هنالك نادي شباب الفحيص أيضا، الثقافي الاجتماعي الرياضي المتميز في إدارة مهرجان الفحيص السنوية. نعم نعم. طيب يعني أنا بس بحب نركز بحديثنا أيضا عن موضوع الاحتفالات اللي بتقوموا فيها بمناسبة أعياد الميلاد المجيد. كنا عم نقول إنه إحنا دائما لما بدنا نروح نشوف أجواء احتفال الإخوان المسيحيين أو المناطق يمكن المختصة بالاحتفال بأعياد الميلاد المجيد من ناحية الشجر والأجواء الاحتفالية بشكل عام، نتذكر على طول إنه نتوجه إلى الفحيص. فحدثنا إيش مخططاتكم بمناسبة أعياد الميلاد المجيد لهذا العام؟ شكرا. الواقع التحضيرات هي كتحضيرات كل عام. الفحيص اعتادت أن تحتفل في أيام الأعياد ورأس السنة الميلادية. احتفالنا هذا العام أيضا رايح يكون بعد بكرة يوم السبت الساعة 5 برعاية رئيس الدولة رئيس الحكومة الدكتور عبد الله نسور الأفخم، وحقيقة رايح يحضر الاحتفال عدد كثير من جمهور غفير يعني. هذا الاحتفال هو سنوي، بس السنة يعني ممكن يكون مطور أكثر. رايح يواكب الاحتفال، طبعا بعد الاحتفال يمتد إلى 3-4 أيام لليلة 24 الشهر. رايح يرافقوها حفلات للأطفال، كرة الأطفال، بابا نويل، أمور مثل هذه تستمر على 3 أو 4 ليالي في نفس القرية التراثية بجانب البلدية أو مسرح القناطر خلينا نسميه. هذا الاحتفال اللي بده يصير بعد بكرة إن شاء الله يوم الخميس الساعة 5 بحضور دولة الرئيس، رايح يشتمل على عدة فقرات. يوم السبت الساعة 5 رايح يشتمل على عدة فقرات رئيسية. نعم.
ترحيب في دولة الرئيس، ومن ثم كرة الأطفال لمدرسة رم الدولية ولكشافة لفحيص، هذا الكشاف اللي احنا بنعتز بهم دائما وأبدا، بما فيه قصائد شعرية وبما فيه أغنية وطنية للمطرب حسين السلمان، وإنارة الشجرة من قبل دولة الرئيس، وألعاب ويرافق ذلك الألعاب النارية اللي اعتدنا عليها دائما، وختامها السلام الملكي، وكل سنة وانت سالمين. وانت سالم يا رب. احنا بدنا نتشكرك، شكرا لك استاذ هويش رئيس بلدية الفحيص هويش العكروش، اهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بألف خير، وكل اخواننا المسيحيين طبعا بكافة محافظات المملكة، ومن خص بالمعايدات اهلنا في بلدية الفحيص، اهلا وسهلا فيك وشكرا. شكرا جزيلا لك. وكل عام وانت والشعب الاردني كله بخير وجلالة سيدنا ان شاء الله. شكرا جزيلا لك واهلا وسهلا. شكرا جزيلا. Thank you.